بسم الله ابن الروح القدس إله الواحد أمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من رسالة يعقوب 5 عدد 16. الكتاب المقدس يعلمنا هنا، يقول: اعترفوا بعضكم لبعض للزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقدر كثيرا في فعلها. أمين. وبارك اسمك يا رب. التأمل يجي مع آية اليوم: العديد من القلوب والآمال والمنازل تنكسر بالخطيئة. هذا الانكسار يصيب مجتمعنا ويجتاح حياتنا. الله زودنا بإرادة برد الخطيئة ووسائل الغفران من ذنبها. الصدق هو اعتراف حقيقي بخطيئتنا. في قلب الاعتراف يوجد شغف لرؤية الخطيئة كما هي في نظر الله، والكرب عند المشاركة فيها. لا عجب أن الاعتراف يشفي كثيرا. تقدر تراجع يوحنا الأولى إصحاح 1 إصحاح 2 عدد 5 وعدد 2. لا عجب أن الله يريدنا أن نعترف بخطايانا لبعضنا البعض، ثم نذهب إليه للشفاء من الخطيئة وضرائرها. ثم نذهب إليه للشفاء. لا عجب أن الله يمنح مثل هذه القوة للصلاة لشخص صالح يتشفع لشخص أدى إلى الاعتراف. فلنعترف بخطيئتنا ونتركها وراءنا. لو نتأمل بهاي الآية أخوتي الأحبة، موجودة في يعقوب 5:16، نقراها شوية. هاي 16، نرجع على عدد 13. أعلى أحد بينكم مشقات فليصل، أمسر أحد فليرتب، أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنونه بالزيت باسم الرب. كل أحد مريض موجود بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنونه بالزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطيئة تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بزلات، وصلوا بعضكم من أجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقدر كثيرا في فعلها. حتى أكو في هاي الرسالة أكو يعقوب مطينا مثل إيليا. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر. بالفعل فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمارها. آمين. مبارك اسمك يا رب. أخوتي الأحبة، الصلاة تجيب وإدها قوتها. حتى الرب يسوع قال: هذا النوع من الشياطين لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. الصلاة تشفي. الصلاة تجي مع آية: يا أبي المحب، إله القداسة والنعمة، من فضلك أغفر لي خطيئتي، من فضلك أرشدني يا أبي لمجموعة أولادك الذين أستطيع معهم أن أخفف من حمل آثامي باعتراف، وأعلم أنهم سوف يصلون من أجل غفراني ويشدونني بثقة. أعظم في قوة نعمتك وطاقة روحك لتساعدني على التغلب على الخطيئة في حياتي باسم يسوع ربي ومخلصي. وصلي أمين. قلت الأحبة، نشوفكم فيديو ثاني. ربي يبارككم، ربي يقويكم. تكلموا عن مجد الرب، صلوا من أجل واحد الثاني، خلوا أيديكم على الشخص المريض، طلبوا من الكنيسة. ربي يبارككم. صباحا على خير. Good night.